السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا chapter 4 Do it for Sharmer Assumption. شنو أقصد بال Do it for Sharmer Assumption؟ ديوبيت هو عالم إجا سنة 1863 وقال بأنه أني إذا عندي 2D flow، وهذا 2D طبعا شلون أني أعرفه؟ لما يكون عندي سطح الماء الحر دا يميل بميل معين بحيث أن يكون الميل هذا curvature يعني منحني، هذا معناها هنا أنا عندي 2 dimensional flow. فقال أنا بدل ما أفوت بالتعقيدات مال بحل 2 dimensional flow مثل ما إحنا لاحظنا بالمحاضرات السابقة، حلينا بفلو نيت واشتقينا لمعادلة لابلاس، ومن لابلاس عوضنا بيها دارسي واشتقينا معادلة تحسب لي الفلو نيت الدلتا اتش وما إلى ذلك. فقال أني ليش ما أعطيكم معادلة تبسطون بيها الحل أحسن ما تفوتون بهاي التعقيدات، نفس الوقت تعطيكم يعني حل دقيق. بس قال هذه طبعا المعادلة مالتي بها شروط حتى تستخدموها، هذه الشروط هي أن يكون بها unconfined flow، يعني شنو؟ يعني جريان غير محصور، يعني اكو water table بالمنطقة مال الجريان عندك free water surface. وقال بأنه هذا الفري ووتر سيرفيس السلوب مالته سمول، يعني ما بي ميلان حاد بحيث أنه تأثر لك على النتائج. زين، قال هذا ديوبت قال بأنه أني لما تستخدم معادلتي وكأنه أنت حولت مالتك 2D إلى 1D. شلون حول؟ يعني وكأنه عندك الهوريزونتال فلو هو أخذ النظر الاعتبار، أما الفيرتيكال فلو فقال أنت أهمله وما رح تأثر لك هواية على النتائج. أوكي، اجا بعد العالم فورشايمر سنة 1930 استخدم هذه الفرضيات مال ديوبت، ولهذا سميناه بشنو؟ ديوبت فورشايمر. هسه راح نقرا الباراجراف. For some of the 2D flow problems، اذا بعض المسائل اللي بيها 2D، one component of the flow can be neglected with respect to other، واحدة من المركبات مال الجريان اني ممكن اهملها بالنسبة للاخرى. In particular in some unconfined flow، إذا كان عندك unconfined aquifer free surface يكون بي طبعا معلوم، the vertical component can be neglected. إذن شنو اللي نهمله؟ نهمله المركبة العمودية، وناخذ فقط المركبة الأفقية بنظر الاعتبار. This approximation suggested by Dubitt 1863، وبعدين استخدمها utilized by Forsheimer 1930 known as Dubitt-Forsheimer assumption. It gives a reasonable result. يعني شنو؟ يعني تعطيك نتائج دقيقة. When the depth of the unconfined flow is shallow. يعني شرط أن يكون الدبث عندك مو زايد كبير بحيث أن يكون shallow يعني ضحل حتى تعطيك نتائج دقيقة. This assumption is summarized as follow. هذه هي الفرضيات. قال بأن الفلو is horizontal. The velocity is constant over the depth. يعني شنو؟ يعني عندك إذا جيت أخذت عمق واحد من هذه الأعماق كان يكون H1، الفيلوسيتي عند أي عمق يكون هي نفسها، يعني عند أي نقطة. أوكي، فإذا هو ثابتة خلال العمق. The velocity is calculated using the slope of surface free surface as I hydraulic gradient. يعني أنا شلون كنت قبل أحسب الفيلوسيتي؟ أحسبها من فرق الهيد بين نقطتين مقسومة على ال، وهذا حسبته أو قلت عنه هو هذا الهيدروليك جريدينت نفسه. فإذا هو نفس الفكرة، الفيلوسيتي أنا أحسبها من الهيدروليك جريدينت مضروبة في الكي. أوكي، the slope of the water table is small، وشرط أن يكون السلوب مالتك مال water table مو زايد حاد حتى تطلع عندك نتائج دقيقة. طيب هسه بدي أعرف أنا شلون هشتق هاي المعادلة حتى أستخدمها بالحال. هسه لو افترضت عندي هاي الحالة، عندي unconfined aquifer، هذه التربة بحيث انه بيها water table مثل ما دا تلاحظون شكله هو منحني. اوكي، وطبعا هذه طبقة التربة اللي هي محدة من الاعلاب ground surface ومن الاسفل بال impermeable layer. منطقة الدراسة مالتي هي تمتد من ال H1، من حدود ال H1 الى ال H2، والمسافة بيناتهم هي ال L. أما هاي ال H اللي بالوسط فهذه ال H هي at any distance of X. ليش هيك سويت؟ حتى أكامل هذه المنطقة. طيب زين، ليش تكاملي حتى تشتقين هاي المعادلة مال ديوبت؟ خب انتي احنا كنا
قبل ناخذ الفرق بين ال H1 وال H2 مقسوم على ال L وخلاص انتهى الموضوع، ونحسب منه ال Q او ال او ال V. ليش بعدنا كامل؟ اقول لك لان هذا اني الكيرفتشر اريد اخذ بنظر الاعتبار، فاذا اني اخذت مجرد الميل ما بين H1 و H2 وكأنه اني شو افترضت؟ افترضت اكو خط مستقيم، خط مستقيم بين ال H1 وال H2، واني هملت كون الووتر تيبل هو منحني. اوكي، فاذا راح يأثر لي على دقة النتائج. انا اريد اخذ هذا الانحناء، فشلون اخذ هذا الانحناء؟ اقسم الدومين مالتي الى شرائح وراح اكامل. اوكي، ولهذا انا جيت كتبت المعادلة مال دارسي اكويجين ومنها كاملتها حتى بالاخير استنتج معادلة جوبيت فورشايمر اكويجين. هسه المعادلة مال الدارسي اكويجين هي كيو اكس، يعني كيو باتجاه الاكس، شي يساوي لك ماينس كي في الهايدروليك كوندكتيفيتي اللي هي سوري هاي الهايدروليك كوندكتيفيتي، هاي الهايدروليك جريدينت اللي هي دي اتش باي دي اكس. بس تقولي ليش اخذتي دي اتش؟ انا اقول لك انا سويتها شرائح، فكانه انا اخذت هذه الشريحه الدي اتش هي الفرق ما بين الاتش 1 والاتش، والدي اكس هي العرض مال الشريحه. اوكي، فاذا هذه هي الهايدروليك جريدينت، هذه اذا انا ضربتها في عمق الطبقه ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني كيو، يعني discharge per unit width. هسه بما انه انا عندي هاي كيو اكس، كيو اكس at any distance، انا اريد افول هول اريا، اذا راح شنو اسوي؟ راح اكامل الطرفين، بس قبل لا اكامل هذا الدي اكس اجيبه بهذا الطرف، فحصير المعادله بهالشكل هذا، هذا الطرف اكامله بالنسبه للاكس وهذا الطرف اكامله بالنسبه للدي اتش. هنا كيو اكس ثابته فراح تطلع خارج حدود التكامل. ليش كيو اكس ثابته؟ لان هي ستدي فلو، ستدي فلو يعني جريان المستقر، ما يصير عندي تغير بقيمه الكيو، فاللي يبقى عندي فقط الدي اكس اكامله يصير اكس وحدود التكامل من الصفر للال. هذا الطرف الكي عندي هو الثابت، اذا اطلع خارج حدود التكامل يبقى عندي فقط ال HDX، فال H هنا أنا عندي أكامل يصير شنو؟ H تربيع على 2 حدود التكامل من H1 إلى H2. هنا أنا عندي أكو بس غلط بالأتشات، هنا المفروض ال H2 هنا يصير وهنا ال 1، فأنت حتى لا تغير المعادلات فقط غير الرسم، هذه بدال H1 حيصير H2 وهذا حيصير H1، والجريان يبقى عادي من H2 إلى H1. طبعا هنا الإشارة السالبة هي فقط يعني حتى تقول لي المعادلة بأنه كل ما زاد الفلو، يعني تغير مكان الفلو مع المسافة راح يتناقص الجهد، فإذا هذه الإشارة السالبة مو معناها كيو تطلع عندي بالسالب، ما عندي كيو بالسالب. أوكي، فإذا عوضت حدود التكامل، هذا صار L وهذا صار H2 تربيع ناقصا H1 تربيع على 2، ال L جت هنا بالمقام وصارت المعادلة بهالشكل هذا. إذا أريد أحسب السيبج خلال هذه المساحة راح تصير ماينس كي اتش 2 تربيع ناقصا اتش 1 تربيع على 2L، يعني 2 في المسافة. ستقولي ست هاي تشبه إلى حد ما معادلة دارسي إكويجين اللي هي هذه، أقول لك إيه نعم، لكن هاي أدق في حال إنه استخدمت هذه، وكأنه أنت خليت المعادلة خطية مال هذا المنحني، سويتها افترضتها انه هي خطية، وبالحقيقة هي مو خطية، هي كيرف مثل ما تلاحظ. اوكي، ولهذا هاي المعادلة هنا صارت عندي اش تربيع، فاذا هذه هي اللي تمثل هذا الكيرف، تكون ادق. اوكي، طيب اذا كان عندي ريتشارج، يعني شنو ريتشارج؟ يعني عندي مي دا يجي عندي من الاعلى، هذا هو سطح التربة، هذا طبعا المي اللي يجي من الاعلى يكون اما مي مطر او مي ري او ما الى ذلك، هذا الماء طبعا دا يغذي عندي هذه المنطقه، فبالتالي لازم ادخله بالحساب في حساب كميه التصريف. طيب كميه التصريف هنا كيو اكس حتى اصل الى حاله الجريان المستقر راح افرض بانه كيو اكس اللي دا يجري هنا يساوي لي ار اي. اوكي، يعني معناها شنو؟ معناها عندي الجريان مستقر، يعني ار اي
دخلت هنا بهذه الاريا بس ما سببت لي اكو تغير بالكيو اكس، ولهذا هو كيو اكس يساوي شنو؟ يساوي الار اي. اوكي، معناها شنو؟ انا هنا افترضت جريان مستقر. طبعا هاي مرت علينا مسبقا الجريان المستقر شنو معناته. معناته انه خزين الماء عندي داخل التربه هو ما تغير، هو باقي نفسه او وصل الى حاله الاستقرار بحيث انه ما يتغير مع المسافه، هذا هو معناته. فلهذا انا من قلت الار اي مضروب في الاكس هو يساوي كيو اكس، معناها انا افترضت هنا الجريان عندي مستقر، بالتالي المعادله اللي راح اشتقها هتدخل بيها الار اي. اوكي، فايضا راح اكامل، طبعا هذا راح اشيله واخليه ما ينوب عنه من معادله دارسي اللي هي كي اتش في دي اتش على دي اكس. اوكي، هنا طبعا الدي اكس راح اجيبه بهذا الطرف، حصير بهاي الشكل المعادله. هسه راح اجي اكامل هذا بالنسبه للاكس، ومن الصفر للاي حدود التكامل، وهذا الطرف بالنسبه للاتش حدود التكامل من اتش 1 الى اتش 2. فهنا التكامل الاكس حيكون اكس تربيع على 2، وهذا التكامل الاتش اتش تربيع على 2. اجي اعوض حدود التكامل، هنا الاثنين راح اختصرها من الطرفين، راح تصفى عندي هذه هي المعادله في حال انه صار عندي الار اي معلوم، والobservation wheel ايضا معلوم. ممكن ان اجد اي مجهول بالمعادلة من خلال تطبيق هذه المعادلة اللي هي معادلة دوبت equation with recharge. هسه نجي على المثال. المثال يقول ان confined aquifer with a hydraulic conductivity k 1.75 meter per day والeffective porosity مقدارها 0.3، يعني هنا نعطيك ال N وال K and water depth of 10 and 8 متر at 2 observation wheel، يعني نفس الرسم عندك الفوق، عندك 2 observation wheel وهذا 10 وهذا هنا عندك 8. زين، المسافة بين هذول ال observation wheel نعطيك إياها 200 متر، فإذن two observation wheels 200 متر apart، يعني المسافة اللي بيناتهم 200 متر. calculate the discharge per unit width the specific discharge and pore velocity، يعني يريد أول شيء أحسب ال discharge per unit width، يعني يريد q small. فإذن من هاي المعادلة اللي اشتقيتها قبل شوية اللي هي هذه راح أجي أستخدمها، أجي هنا أنا أكتبها، بس أنا هنا ناسية ال L فأنت تكتبه وتعوض المعاليم مالتك راح تطلع لك كيو اكس. المطلب الثاني يريد specific discharge، يعني شنو؟ يعني التصريف النوعي، يعني شنو التصريف النوعي؟ يعني هو يريد الفيلوسيتي، دارسي فيلوسيتي او ما يسمى specific discharge at observation wheel with 10 متر depth، يريده with 10 متر depth. طبعا هو محددني بالسؤال بس قايل لي اوجد السرعة، بس ما محدد اي مكان. انا اختاريت اول depth اللي هو 10، انت ممكن تختار ثاني depth عادي ماكو مشكلة. لان قيمة الكيو انا عندي في حال انه اقسمها على الاتش اللي هو عنق الطبقة هنا يعتبر، راح احصل على شنو؟ على الفيلوسيتي. ففي حال انه قسمتها على اتش 1 ححصل في 1، في حال انه قسمتها على اتش 2 ححصل في 2، وهكذا تطلع عندي الفي. الان pore velocity يريد يعني السرعة المسامية اللي هي اصلا تنوجد بالمسامات، واحنا هاي ذكرناها مسبقا بانه هي عبارة عن السرعة المستخرجة من دارسي. اذا اقسمها على البوروسيتي راح تطلع عندي الفي بور، فهنا انا قسمتها على الفيلوسيتي طلعت عندي الفي بور. فيقول note that the pore velocity changes with distance، وطبعا هذا الشيء صحيح، يعني ليش؟ لان عندي يتغير عندي الووتر depth هنا متغير عندي، فبالتالي ايضا الفيلوسيتي تتغير، ولكن شنو اللي يبقى ثابت؟ الكيو هو يبقى ثابت ما يتغير. شكرا جزيلا.